متعة في الايام دي بان الواحد يملى بطنه كمان، ما هو بيبقى قاعد متضايق منها كمان يعني. هو تصور انه بيتلذذ وهو ايوه بياكل، بس ايوه بعد كده قاعد شايل كل حلو المعنى ده جدا، لانه ده معنى التعامل غير المتوازن مع الشهوه. ايوه يعني النوع الاولاني اشتهى وتلذذ وشكر وخلص وخد القدر الكفايه وهضم طبيعي وما حسش باي ضيق بعد ما تلذذ. النوع الاخر لما بنتبع الشهوه وننغمس في الشهوه ايا ما كانت الشهوه بقى، ومنها الاكل والشرب مثل جيد في رمضان بعد الفطار، اللي بيحصل اننا فعلا بتلذذ بس على حساب بعدها بشويه ضيق لازم امر بيه، لانه بطني يعني الخمس دقائق دول كانوا لذه وجمال والله، وبعدين العشر دقائق ونص ساعه والساعه والساعتين اللي بعدها ثقل وهم وما قدرتش اصلي قيام فبوظت حالتي الروحيه بسبب عدم توازني الجسدي. كل ده معنى فعلا التعامل غير المتوازن مع الشهوات. النوع الرابع ما لحقش السفينه خالص، فضل مبحلق 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 وما لحقش السفينه، فلما افتكر كانت السفينه مشيت، ودي كارثه بقى حقيقيه. فده ردا على سؤالك، دول الاربع انواع اللي كان الامام الغزالي اتكلم عنهم. ربنا يجعلنا من النوع الاول ان شاء الله، نسال الله الفردوس الاعلى من الجنه، مش بس اي درجه فيها كده، وربنا يحقق هذا الكلام. وعشان نختم ان شاء الله باذن الله، عودا على بدء، احنا فاضل رمضان ما خلصش. حلو المعنى ده قوي، يعني بشكرك عليه حتى ليا يعني. رمضان ما خلصش، رمضان ما خلصش خالص. لحظات الصدق نسأل الله دلوقتي، صدق الإقبال، لحظة صدق، لحظة عبودية، لحظة إسلام له، أمرني فأسلمت. ده قال سيدنا إبراهيم اتبع ابنك في الرؤيا، يعني لما شاف فتلاه للجبين، لما أسلم هما الاثنين أسلموا فتلاه للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وعشنا مع المعنى ده السنة اللي فاتت في رمضان، وتولد ابني في نفس الوقت فسميته ابراهيم ما شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت، وانا يعني ده كان من عميقي يعني ما عشناه، بدعي له يعني بعد ما اتاح لي ان اشوفه ما شاء الله. الله يبارك لك فيه، ربنا يخليك وفي ذريتك ويتوفانا جميعا وذرياتنا وكلنا مسلمين. أمين. مسلمين. طب ما ازاي لازم نعيش مسلمين؟ فالغرض من الكلام النهارده ان احنا نعيش مسلمين بالمعنى ده، بالمفهوم اللي تفضلت به، لانه مسلمين كده اللي هي كلمه مش عارف لها اصل ولا جايه منين. طبعا حال قلبي مسلمين لله سبحانه وتعالى وبنطيعه، ونعلم ان هو اعلم ما دام امر بالشيء. عبادتنا له بتعود علينا مش له، خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا سبحانه وتعالى. فنعيش مسلمين، ده معنى مهم جدا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعيش محبين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية دي بتهزني، بخاف دايما ما بقاش منهم، ونفسي نكون جميعا منهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، ما عرفوش يحبوا أي حاجة في الدنيا زي ما حبوا ربنا سبحانه وتعالى. الدين ده حب، أساسه حب، عبادتنا حب، ده بالعكس ده هي العبادة حب فضل يزداد لحد ما استعبد الحب ده استعبد الجوارح. فدخلنا بقى في الطاعة، فبقى حب طاعة وقنوت اللي هي الطاعة بحب وبنفس. وقوموا لله قانتين، برضو الآية اتكلمنا عن المحافظة على الصلاة، من ضمن الحاجات اللي عايزين نعملها في الأيام الجميلة اللي فضل رمضان مخلصش وفيما بعده إن شاء الله. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ده بيقول لنا نقوم له ازاي؟ قوموا بطاعة بنفس، بطاعة اللي عنده نفس، اللي له نفس، بطاعة المحبين. عشان كده قلنا نستقبل أذان المغرب النهاردة بالحال الروحي الروحاني الصادق الرباني ده. ده فتح ممكن يفتح به على قلوبنا في هذا الشهر المبارك. نستقبله الأذان وما بقي وبقيت عمرنا إن شاء الله بتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، أي غد الآخرة، ده لحظة الموت، ده بكرة، أي مكان هيجي بقى غد، حتى لو هي بعيدة وبتمنى أعيش أكتر عشان أعرفه أكتر عشان أشوفه أكتر يوم القيامة، بس أعمل حاجة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مش ممكن النفس تبقى عمالة تنظر في الدنيا الفانية، مش ممكن. أنا ليه جبت الكليب بتاع أرمجادن؟ أنا بفكر نفسي وبلزمها قدام الناس ان انا فكرت اخرين. فكر نفسك يا اخي، الدنيا دي كلها فانيه، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. احساس عايز اختم بيه راقي جدا جدا جدا،
لما النفس فجأة تنفك عن القيود وتقول ايه ده، انا كنت مستعبدة لحتة ارض فانية صغيرة كده بيجيلي من حين لاخر، ايه ده ايه ده، كل همومي وما انشغل به قلبي كله بحاجات محدودة الزمن والمكان، كلها حاجات فانية، ده كل همومي ارضية، الارض كلها رملة في صحراء زي ما شفنا من يومين، الارض كلها تجعل صعيدا جرزة زي ما شفنا من شوية في الكليب، كلها على بعضها. فالواحد لو جعل الهم هما واحدة رضا ربنا سبحانه وتعالى، اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بيقول لنا وكأننا مش منهم، ما تكونوش زيهم، يعني كأنه بيقولك ما انت مدام قريت الآية دي بالنفس وتفتح قلبك يبقى انت مش منهم، انت في لحظة سماع الآية دي بقلب حاضر ما بقتش منهم، انت فاكر كمل بقى، أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم يا من تسمع كلامنا ودعاءنا، أرزقنا وأرزق قلوبنا الخشوع لك، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله يجعلنا خاشعين، ومش عايز أقول بأعمالنا إحنا مش هنعرف إحنا ولا حاجة، لكن بفضله ورحمته يمن علينا بلحظة صدق وإقبال، فما التوبة في الحقيقة إلا أن تاب الله علينا زي ما جه في سورة التوبة، ثم تاب عليهم ليتوب، هو بيتوب علينا فبنتوب فبيقبل توبتنا، فإحنا بنقول له إحنا مش أهل ليها، عملنا بالفضل مش بالعدل، بس توب علينا زي ما الشاعر قال توب علي فأنت بالتوبة من العبد تفرح، واشفي قلبي فقلبي بالمعاصي مجرح. ربنا يشفي قلوبنا ويتوب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها جسدا وقلبا وروحا، ونكمل إن شاء الله في الكام يوم اللي فاضلين دول بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد من هدانا إلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أنا يعني بشكرك أنك فكرتنا أن شهر رمضان مستمر وفرصة لا زالت قائمة، وإن شاء الله إن شاء الله تكون الأيام الباقية من الشهر الكريم أيام سعادة وهناء ورضا بإذن الله. لو ربنا قالك تغلط قالها علشان مصلحتك، اللي بيضحك للدنيا الدنيا تضحك له زيادة، حب وخلي الكل يحب يا ناس ده الحب عبادة، عارف بيجي لنا أمل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة.